فودافون تقدم. رمضان جالك وفرحنا. يا عم بيقول لي ادوكن يا عم ده بالله صلي على النبي ابو نسمه بس ادوكن على وشك كمان خش انت جوه خش انت جوه خش انت جوه ادوكن يرضيك كده حصل خير هي دي مسابقه النهارده هدك ادوكن صدق انت عيل ادوكن هو يعني ادوكن رمضان جالك وجاب لك معاه رصيد فايتر اهلا بكم في اعنف مسابقه في تاريخ رمضان جالك رصيد فايتر جاهزين يا رجاله جاهزين تعالوا نتعرف على المتسابقين هم دول المتسابقين بقول نلعب كوتشينه احسن كوتشينه ايه يا معلم احنا عايزين نبقى فيها حماس شطرنج حماس شطرنج يا خالد انت شبه الكاتشب وانا شبه المستردة شطرنج ايه اللي نلعب محتاجين لعبه كده فيها صيادين السمك نلعب صيادين السمك نلعب صيادين السمك احنا الصيادين وهم السمك ودلوقتي مع الجولة الأولى من مسابقتنا رصيد فايتر عندنا الثلاث متسابقين محسن عزت اسماعيل ما شاء الله جايبين لنا مصارعين نلعبهم الجولة مدتها دقيقتين شادي وخالد هيحذفوا عليهم كور عدد الكور اللي هتيجي في كل واحد هي أول ثلاث أرقام عندنا النهاردة جاهزين يا شادي جاهزين يا خالد جاهزين 3 2 1 fight في كورة جات لمحسن جاهز يا شادي جاهز fight في كورة جات لعزت كورة جات للدنوب كورة جات لعزت جاهز يا خالد جبتها خبطها واحد جاهز يا شادي جاهز fight كاري واحد اثنين اسماعيل fight اهي جات فيه اثنين اثنين واحد فايت يا خالد جت فايت واحد واحد ثلاثة أربعة اثنين يلا فايت فايت يا خالد عدوكي انتهت الجولة الأولى والثلاث أرقام هما 3 محسن 5 عزت 2 إسماعيل الله نور يا باشا حد مزعلك قول لنا بس أنت يعني أنت تؤمر ودلوقتي نروح عشان نبدأ الجولة الثانية دلوقتي مع الجولة الثانية أرقام الجولة الأولى كانت 3 5 2 الجولة الثانية هي هي الجولة الأولى مع فرق إن إحنا ربطناهم والرقم الرابع هو مجموع الكور اللي هتيجي فيهم هم الثلاثة جاهزين؟ فايت! واحد واحد فايت!
لف فايت هادوكن فايت 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 واحدة خمسة فايت فايت عشان فايت فايت هادوكن فايت يا ابني فايت فايت سبعة وكده انتهت الجولة الثانية والرقم هو سبعة وكده أرقامنا النهاردة هي 3 5 2 7 خلوكم معنا بعد الفاصل عشان نجيب الرقم الأخير جاهدين يا شباب فايت يا ابني يا ابني